السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة الأستاذ التعليمية، أهلا بكم معنا في درس جديد من دروس دورة الفوتوشوب سي اس 6. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن أداة جديدة هي أداة السبوت هيلينج براش تول. من اسم الأداة دي هيلينج معناها شفاء أو معالجة، بتبدأ إن هي تعالج لي الصورة من بعض العيوب اللي فيها. نفترض مثلا إن أنا عندي صورة زي ده، في عندنا هنا حب الشباب، اقدر ان انا اعالج حب الشباب ده عن طريق السبوت هيلينج براش تول. ان انا باجي على مكان اللي فيه حب الشباب واضغط، احطه في وسط الدايرة واضغط كليك شمال، اجي على الحباية واضغط كليك شمال زي ما احنا شايفين كده، ابتدى ان هو يخفي لي معالم ان في حب شباب اصلا. طيب تعالوا نرجع كده عشان نشوف بقية الادوات اللي موجودة عندنا. في عندي اول اداة البروكسيميتي ماتش، زي ما احنا شايفينها كده، باجي عند حب الشباب واضغط ضغطة كده زي ما احنا شايفين كده، بتبدأ تخفيلي المناطق اللي فيها حب الشباب عن طريق ان هي بتدمج المكان اللي موجود، البكسلات اللي موجودة داخل الدايرة دي زي ما احنا شايفين كده. طيب الأداة التانية عندنا اللي هي كرييت تكتشر، دي عبارة عن ان هو بياخد نقطة او جزئية او بكسلات من المكان اللي فيه الدايرة ويبدأ ان هو يكررها لي زي ما احنا شايفين كده. لو احنا نلاحظ برضو ان في لسه عيوب في الصورة، مكان ما ابتديت ان انا اعمل هيلينج للمكان اللي فيه الحب الشباب ابتدى يسيب لي علامات لان هو بيكرر بكسلات موجودة. في عندي اخر حاجة اسمها كونتنت اوير، دي بتبدأ ان هي تتوقع ايه اللي موجود وتبدأ تشيل مكان الحباية وتنضف لي مكانها وتخلي لي مكان حب الشباب شبه البشرة اللي انا كنت واقف عليها بالظبط زي ما احنا شايفين كده. دي تعتبر من افضل الادوات اللي هي كونتنت اوير. في عندي هنا اقدر ان انا اتحكم في حجم الفرشة اللي موجود معايا، الهاردنس طبعا ديت اللي هي حدية الحواف بتاعت الفرشة، السبيسنج لو انا جيت سحبت كده، كبروا بس الفرشة شوية، لو انا جيت سحبت كده ابتدى يعمل لي خط متصل. السبيسنج دي بتبدأ تعمل لي نقط، شايفين نقط متفرقة عن بعضها شوية، لو احنا كبرنا شوية كل فترة تعمل لي نقطة، كل مسافة تبدأ تعمل لي نقطة. انا لسه ضاغط على الزرار بتاع الماوس، يبقى احنا كده عرفنا. دي طبعا اتجاه الفرشة بتاعتي مش هيفرق معايا في حاجة لاني انا شغال بالفرشة مدورة، فالاتجاه مش هيفرق معايا في حاجة. دي طبعا حاجات خاصة بادوات التابلت والبن، ادوات البن تول اللي هي الحاجات اللي بتستخدم بالقلم زي التابلت واللابتوب اللي هو الشاشة بتاعته تاتش. طيب عندنا المود، في عندي اول حاجة نورمال، الوضعية دي اللي احنا اشتغلنا بيها من شوية اللي هي بتبدأ الوضع العادي بتاعي بيلغي لي العيوب اللي في الصورة. في حاجة تانية اسمها ريبليس، الريبليس ده بيبدأ ان هو يحل لي محل الحباية عن طريق الاجزاء اللي موجودة حوالين الحباية دي. في عندي بعد كده المالتي بلاي، ده ببدأ اني انا اختاره وبيخفي لي الصورة من خلال اكتر من ضغطة، من خلال اسمه مالتي بلاي، اكتر من ضغطة يبدأ يخفي لي مكان حب الشباب. في عندي حاجة اسمها سكرين، ديت بيبدأ ان هو
يخفف لي اللون بتاع حب الشباب او بيخفيه خالص على حسب درجة الغمقان بتاعته. في عندي بعد كده الداركن، بيبدأ ان هو يعمل لي تأثير اغمق شوية على حب الشباب او المكان اللي انا بعمل له هيلينج. اللايتن ده بيبدأ يعمل لي تأثير اخف، وبيلغي حب الشباب. في عندي الكولر واللي تحتها، دول بيبدأوا يدوني لون مختلف عن اللي موجود. زي ما احنا شايفين كده بيبدأ يسود لي او يغمق لي اللون لأقصى حاجة، بقى لونه اسود زي ما احنا شايفين كده. تمام، يبقى احنا كده اتعرفنا على اول أداة، وعرفنا ان الكونتنت اوير تعتبر من افضل الادوات اللي انا اقدر استخدمها في ازالة حب الشباب. اقدر برضو من خلال الاداة ديت ان لو في نغزة ان انا اقدر اخفيها، لو في اي جرح اي نمش اي عيوب في الوجه او في الصورة اقدر اني اعالجها عن طريق اداة السبوت براش، السبوت هيلينج براش تول. بكده نكون انتهينا من درس النهاردة، استنونا في الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد.